نتنياهو الأحمق المجنون بيوسع الحرب دلوقتي، وبدل ما الحرب على غزة وعلى قطاع غزة وعلى فلسطين، لأ كمان على لبنان وعلى حزب الله. الراجل ده عارف كويس جدا أنه أول ما الحرب تنتهي هو شخصيا هينتهي ومش هيكون موجود، وهيتقدم للمحاكمة، وفي مليون مصيبة مستنياه هيتحاكم بسببها. قضايا فساد عندك، بوظ الراجل ده هيتحاكم بسبب، طبعا اكيد 7 اكتوبر هيتحاكم الراجل ده، هيتحاكم. فهو كل اللي عمال يعمله عمال بيمد في امد الحرب على قد ما يقدر، ويوسع الجبهات على قد ما يقدر عشان يفضل موجود، مع ان داخل اسرائيل في مظاهرات عنيفه جدا. لو حضراتكم بتتفرجوا ومتابعين جميع القنوات الاجنبيه هتشوفوا ان داخل اسرائيل مولع، المظاهرات كبيره جدا وضخمه جدا. الناس دي عندها فعلا مشاكل، مفيش حد في حرب سواء بيتحارب او بيحارب ما عندوش مشاكل اقتصاديه. اسرائيل بتعاني من مشاكل اقتصاديه، بتعاني من هجره عكسيه دلوقتي، كل الناس بتطلع على استراليا وبتطلع على كندا، مع السلامه ان شاء الله، يروحوا وما يرجعوش. فالموضوع فيه مشاكل كبيره جدا، ولكن ان انا كمان اوسع الحرب على لبنان، وان لبنان دلوقتي ممكن فعلا تكون في خطر. لسه دلوقتي الاعلام الاسرائيلي بيقول ان الجيش بدا نقل قواته الى شمال البلاد قرب الحدود اللبنانية لسه حالا دلوقتي. كمان التقديرات تشير إلى الاقتراب من لحظة الحسم مع لبنان، ده إعلام إسرائيل. فإيه اللي بيحصل في لبنان بالضبط؟ معايا على الهاتف وزير الإعلام اللبناني السابق جمال الجراح. أهلا وسهلا يا فندم. مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. ايه اللي بيحصل دلوقتي بالظبط يا فندم؟ وهل في خطوره على لبنان؟ وهل فعلا تتوقع ان ممكن يكون في حرب على لبنان، او يحصل فعلا ضرب على لبنان خلال الساعات اللي جايه؟ يعني واقع الامر ان نسمع عن حشود اسرائيليه على حدود فلسطين الشماليه، واستعداد على قدم وساق لشن هجوم على لبنان، لكن الأمر يتوقف على حصيلة زيارة وزير دفاع العدو الإسرائيلي إلى أمريكا. هل أمن الدعم اللازم لهذه الحرب في هذه المعركة، أم أن الأمريكيين كما يقولون في وسائل الإعلام وعبر الدبلوماسيين الأمريكيين أنهم يقومون بجهود مكثفة لمنع الحرب، ويطرحون نوع من الحلول لتخفيف التصعيد، ومن ثم بانتظار انتهاء المعارك في غزة والولوج إلى حلول سلمية على الحدود اللبنانية الفلسطينية مع العدو الإسرائيلي. هذا الأمر لا يمكن أن يتظاهر بشكل كامل قبل أن يظهر ما هي نتائج زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى أمريكا. إذا كان هناك دعم أمريكي وضوء أخضر أمريكي، فحتما هذه الحرب تحصل. هل تتوقع أنه هياخد الضوء الأخضر من أمريكا؟ هل تتوقع داخل إسرائيل؟ هل تتوقع أنه هياخد الضوء الأخضر من أمريكا أنه يحارب وأنه يكمل وأنه ياخد كمان الشحنة، شحنة أسلحة جديدة؟ سامعني يا فندم؟ ألو؟ 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 الصوت غير واضح لو سمحت. سامعني كده يا فندم؟ الو؟ لا لا، اتعلي الصوت شويه لو سمحت. طب هنعيد السؤال مره تانية، هل تتوقع ان هو فعلا هياخد الضوء الاخضر من امريكا عشان يوسع الحرب، وعشان كمان شحنه الاسلحه اللي هو طالبها؟ يعني هذا الامر يتعلق بالوضع الامريكي الداخلي، وتعلمين ان الاداره الامريكيه تحت هاجس الانتخابات الرئاسيه والدور الفاعل للوبي الصهيوني داخل امريكا. لننتظر لنرى كيف تسير الامور داخل امريكا، وما هي الخطه الامريكيه سواء كانت لدعم اسرائيل بالاسلحه وشحنات الاسلحه التي كانت متوقفه، ام تمارس فعلا ضغوط على العدو الاسرائيلي لمنع هذه الحرب، وفعلا يقومون بجهود مضافة لوقف النار في غزة وبالتالي في لبنان.
حتى الآن لا أعتقد أنه يمكن للمرء أن يتكهن كيف تتجه الأمور، وبحاجة ربما لبضعة أيام حتى تظهر نتائج هذه الزيارة والتفاهمات الإسرائيلية الأمريكية. طيب السيد حسن نصر الله، السيد حسن نصر الله طلع في خطاب وتكلم، وكان يعني شديد اللهجة في خطابه، وكان بيقول انه مش هيبقى لو حصل حرب، لو حصل ضرب على لبنان هو مش هيكون عنده اي قواعد في الحرب، وان هو هيضرب وان هو هيحارب وان هو مستعد. شفت الخطاب ده ازاي، وشايف ان وشايف حزب الله دلوقتي ازاي، والسيد حسن نصر الله شايفه ازاي في اللي بيحصل ده في الحرب دي؟ واقع الأمر أن الخطاب العالي النبرة لحسن نصر الله ولحزب الله ومسؤولين حزب الله هو كالقول أننا لا نريد الحرب، لأن الحرب سنرد ونرد بعنف وخارج القواعد المتبعة، فالأفضل أن لا يكون هناك حرب، لأن حزب الله يعي تماما قوة إسرائيل العسكرية والدعم الأمريكي والأوروبي المتاح طبعا لإسرائيل، وبالتالي سيكون حجم الدمار وحجم الخسائر في لبنان كبيرة في وضع اقتصادي ومالي جدا صعب ووضع سياسي أصعب، وهناك فراغ في رئاسة الجمهورية، الكلفة ستكون كبيرة جدا طبعا على لبنان. وبالتالي أنا أفهم خطاب أمين عام حزب الله وكأن يرفع النبرة منعا للحرب، لكن الأمور أظن تقرر بين أمريكا وإسرائيل وبين يعني وسائل الضغط الصهيونية في أمريكا واللوبي الإسرائيلي اللي موجود، وما ترتئيه الإدارة الأمريكية أو إدارة الرئيس بايدن في مصلحتها ويعني مصلحتها في موضوع الانتخابات الرئاسية. هناك القرار، هناك سيكون القرار والاتجاه حسب نتائج المفاوضات. ايه هدف نتنياهو من الحرب على لبنان؟ ايه الهدف بتاعه؟ عايز ايه؟ في اسرائيل كما اذا كنت تتابعين استطلاعات الراي، هناك راي عام في اسرائيل يقول بضروره شن حرب على لبنان ووضع حد لتهديدات حزب الله لمنطقة الجليل، وخاصة أنها الآن لديهم حوالي 80,000 مستوطن تركوا بيوتهم في الجليل الغربي والجليل الأعلى. فهم يسوقون لنظرية أن حماس المحاصرة ل 13 سنة كانت قادرة على احتلال مستوطنات غداد غزة وقطف عدد كبير من الإسرائيليين وقتل عدد من الإسرائيليين، فهل ننتظر حزب الله وهو الأقوى من حماس بأضعاف للدخول إلى الجليل واحتلال مستوطنات الجليل وقتل الإسرائيليين وأخذ أسرى؟ لماذا لا يشن حرب على حزب الله وعلى لبنان لمنع هذا التهديد أو لمنع حزب الله من تنفيذ شيء مشابه لما قامت به حماس؟ هذا موجود في العقل الإسرائيلي، وجميعنا يعلم أن العقل الإسرائيلي هو عقل حربي عسكري يريد الحروب ويريد الدماء ويريد القتل. عودتنا إسرائيل على هذا النهج في تعاطيها مع الدول العربية جميعا، وبالتالي لا استغرب ولا استغرب طريقة التفكير الإسرائيلية في موضوع لبنان والدول العربية الأخرى. وزير الإعلام اللبناني السابق مال الجراح، بشكرك جدا على المداخلة. في ناس كتير بتشوف، في محللين سياسيين كتير بيشوفوا إن أمريكا هتدي إسرائيل الضوء الأخضر للحرب، وهتدي إسرائيل شحنة السلاح اللي هي عايزاها، وهتفضل واقفة معاها ومش هتسيبها. معظم المحللين السياسيين شايفين كده. نتمنى ان ده ما يحصلش.